ومشاهدينا للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من معبر قسطل البري مراسل إكسترا نيوز عوض الغنام. أهلا بك عوض وإليك الكلمة. شروق تحياتي، نحن هنا ما زلنا نتابع هذه التغطية الخاصة لإكسترا نيوز من داخل معبر قسطل أو قسطل بمعنى أدق. هذا المعبر لا يتوقف العمل به على مدار الساعة. الجانب السوداني لا يتوقف بحركة العبور سواء كان فرد أو جماعات إلى المعبر المصري، ولكن نحن الآن في نقطة مهمة للغاية وهي المستشفى الميداني الذي تم تنصيبه في قلب هذا المعبر. ونتحدث عن مستشفى ميداني يقدم خدمة هامة للغاية من قبل الهلال الأحمر المصري. هذا المستشفى ربما كما توضح الصورة خلفي، هناك طواقم على أعلى مستوى بإمكانيات عالية للغاية مع توفر عدد كبير من الأدوية والمستلزمات الطبية، وهي مستلزمات أولية بطبيعة الحال يستدعيها العابر من الحدود المصرية. وإن كانت الحالة تستدعي ما هو أكبر وما هو أعظم من ذلك، يتم التعامل معه وتوجيهه إلى أقرب مستشفى وهي مستشفى أبو سمبل، وإذا كان الأمر يستدعي ما هو أبعد من ذلك هناك مستشفى أسوان الدولي وهو مجهز بأحدث الإمكانيات الطبية. وأعلنت حالة الطوارئ حسب تصريح رسمي من وزارة الصحة في الطواقم الإسعافية، حيث سيتم إمداد هذه المستشفى وغيرها بطواقم إسعافية جديدة. نتحدث عن كل المعابر المصرية وليس معبرا بعينه. هذا هو المشهد الأول. أما عن المشهد الثاني، هو مرتبط بحركة العبور التي تتميز في هذا التوقيت عن الأمس بشكل مكثف للغاية. ونتحدث هنا ليس فقط من جانب واحد ولكن من جانبين، أي القادمين من مصر نحو السودان هناك كثافة أيضا كبيرة للغاية. وفي ذلك تفسيران. التفسير الأول أن عدد كبير من السودانيين مع توقف المطارات الدولية وتحديدا مطار الخرطوم الدولي بات يتخذ مصر ممرا للدخول الى السودان. والتفسير الثاني ان هناك عدد من السودانيين يريدون الذهاب الى السودان وليس الخرطوم تحديدا، لان الخرطوم كما تعلمين شروق هناك اشكاليه كبيره في المشهد داخل الخرطوم استدعى تهجير عدد وخروج عدد كبير من سكان العاصمه. لكن بقيه الولايات حسبما كنا نتساءل مع عدد من السودانيين، لماذا انتم تذهبون بينما هناك اخرون يخرجون من السودان؟ قالوا نحن ذاهبون الى ولايات بعيده للغايه كالولايه الشماليه أو النيل الأبيض أو كردفان أو الجزيرة أو كل هذه الولايات تتسم بقدر كبير من الهدوء لأنها بعيدة جغرافيا كذلك عن العاصمة الخرطوم. النقطة الأخيرة وبها أختم معك هي الخاصة بالشاحنات. هناك شاحنات كبيرة للغاية في الجانبين تنتظر العبور، وتحديدا نتكلم عن الشاحنات التي هي في الجانب المصري تريد العبور نحو الجانب السوداني، لأن مصر كانت تمثل الشريك التجاري الأول للسودان عبر فترة طويلة من الزمن. وحسب الإحصائيات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يتحدث عن معدل النمو في العلاقة التجارية بين البلدين قفزت إلى ما يزيد عن مليار ونصف مليار دولار سنويا، وبالتالي هو رقم مهم للبلدين. ومصر بالمناسبة هي التي تستحوذ على النصيب الأكثر يقترب من المليار دولار. طبيعة هذه التجارة مختلفة، أنواع مختلفة من اللحوم من النباتات الزيتية وغيرها وغيرها، وبالتالي إذا ما عادت الأمور كما كانت أو على الأقل هناك هدنة يتم الحديث بشأنها لمدة أسبوع، هذه الهدنة ستسمح بعبور عدد كبير من هذه الشاحنات إلى الجانب السوداني، وهذا يمثل إضافة مهمة لحركة التجارة ما بين البلدين على الأقل في هذا التوقيت. النقطة الأخيرة وهي أن الذي يحكم العلاقة التجارية ما بين البلدين مع عبور هذه الشاحنات ثلاث أمور: المنطقة التجارية العربية، المنطقة التجارية الأفريقية، والكوميسا. فكلتا الدولتين هم أعضاء في هذا التحالف الاقتصادي المهم للغاية الذي يضم عدد كبير من دول شرق أفريقيا. عودة لك شروق. شكرا لك عوض الغنام على هذه المعلومات وهذه التفاصيل. إذن كان معنا من معبر قسطل البري مراسل إكسترا نيوز عوض الغنام.